مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم الى صدى الاسبوع. توقف اغلب اقسام مستشفى الثوره بتعز بسبب الخلافات السياسيه. عصابه نسائيه لسرقه المحلات التجاريه في لحج. جبل حلمة في أبيان قلعة تاريخية حصينة شهدت العديد من الأحداث. يمني يصنع سيارة من الخردوات بإمكانيات بسيطة. أطفال يمنيون في برنامج ذفوس كيدز بحاجة للمساندة. سوق الأربعاء في دوعن، عرقة الأسواق وتنوع التجارة. الحلاوة التهامية مميزات فريدة ورواج كبير. في البيضاء الأموال تنثر على رأس العريس. النقش على الجسد والحناء، طقوس المرأة في التربة بتعز. تسببت الخلافات الحزبية في توقف العديد من الأقسام الطبية والعلاجية في هيئة مستشفى الثورة بتعز، وهو ما أوجد استياء كبيرا لدى المواطنين. لم تعد الخدمة في هيئة مستشفى الثورة كما كانت في السابق، فغياب الكادر الإداري وتفاقم الخلاف حمل استياء لدى العديد، خصوصا بعد أن بات المشفى يعمل دون إدارة يتكئ عليها العاملون منذ أكثر من 6 أشهر، ما زاد من انتشار الفساد حسب قولهم، والذي تسبب بنقص الخدمات الطبية عن المرضى. في حاجات إن تديرها من الداخل، خاصة وإن هناك في إرباكات وفي اختلالات وفي مخالفات قانونية وفي فساد إداري ومالي وفي تعسفات من قبل الإدارة للموظفين الهيئة، خاصة الرسميين والمتعاقدين. نحن موظفين مستشفى الثورة نعاني من تعسفات إدارية من قبل إدارة التمريض، من قبل بعض الإدارات الداخلية، ونعاني كمان من فساد مالي إداري بحت، نعاني من قصور في منظمات داخل المستشفى. نطالب محافظة محافظة بحل سريع وجذري لمستشفى الثورة. ما يحصل من مشاكل حول إدارة هيئة مستشفى الثورة إلا أن العمل مستمر ومنتظم ولا نعاني من أي مشاكل. لا أعتقد أن مستشفى الثورة سيغلق مهما صارت الخلافات، وإنما إحنا نطالب السلطة المحلية بجدية القرار واتخاذ كل ما يلزم من أجل هيئة مستشفى الثورة ومن أجل استقرار تقديم الخدمات في هيئة مستشفى الثورة. غياب الكادر الإداري وقف عائقا أمام تقديم الخدمات الطبية، وأوقف العديد من الأقسام في نظر البعض، والذي لاقى النفي من قبل القائمين على الهيئة. بصراحة كل ما يدار وكل ما يقال عن موضوع الأقسام الملاقة هذا كلام غير صحيح، والواقع هو الذي يفرض نفسه، وبإمكانكم أن تمروا إلى الأقسام وتشاهدوا أنفسكم، ابتداء من الطوارئ الجراحي شغال، الطوارئ الباطني، قسم الفشل الكلوي، مركز العظام الجراحي، قسم حمى الضنك، قسم الكوليرا، قسم العناية المركزة، قسم الحروق، هذه أقسام كلها شغالة ومفتوحة وإمكانكم المرور. وحديثا افتتحنا قسم مركز الطوارئ التوليدي، وبدأ يعني يستقبل الحالات، وأيضا بإمكانكم المرور والمشاهدة. ولا جدية ولا صحة لما يقال إن الأقسام مغلقة داخل هيئة مستشفى الثورة، بالعكس، بل نحن نفتح كل يوم قسم جديد عندنا مركزة سننقلها إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى قسم أكبر وبسعة سريرية أكبر. يرى القائمون على الهيئة ما لا يراه العديد من الموظفين من إعادة افتتاح للعديد من الأقسام الجديدة، ويتفق الجميع حول النظرة من الجهات المختصة تحمل حلا يعود مستشفى الثورة لما كان عليه في السابق. ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية تبن بمحافظة لحج عصابة من النساء تسرق المحلات التجارية في المدينة. في ظاهرة دخلة على المجتمع اليمني لاقت استهجان الجميع، تمثلت بقيام عدد من النساء بمديرية تبن بمحافظة لحج وبمشاركة أحد أفراد العصابة بسرقة لمحلات الملابس والإكسسوارات النسائية. المنطقة هذه هي منطقة تجارية حديثا، وهي يستغلها العصابة هذه، تقوم باستغلال الوقت الذروة من الساعة 5 إلى الساعة 9 تقريبا في هذا الحدود، حيث تقوم هذه العصابة
شخص فرد من العصابة هذه بتمويه الشخص صاحب المحل، وتقوم بقية العصابة بأخذ الأشياء المسروقة. طبعا يتبادل الأدوار ما بينهم، يقوموا بتجميعها ثم نقلها إلى مكان آخر لبيعها. الأجهزة الأمنية بالمديرية وعقب تلقيها بلاغات من أصحاب المحلات التجارية في مدينة صبر، نفذت عملية رصد وتتبع تكللت بالنجاح في القبض على عنصرين من أفراد العصابة في حالة تلبس بالجريمة، وبحوزتهم عددا من المقتنيات النسائية المسروقة. نتيجة البلاغات المتكررة بقضايا سرقة داخل منطقة الفيوش، وتحديدا سوق الفيوش، قمنا بالمراقبة والمتابعة حتى يوم الجمعة تم ضبط يعني عصابة نسائية ورجال برضه، ويعني ومن خلال التحقيق مع هذه العصابة وجدنا أن يوجد أشخاص آخرين لازلنا يعني لازلنا في إطار المتابعة والتحري عنهم. تم ضبط 2 من هذه العصابة، عددهم توالي 5 أو 6، ويقريب حاليا في السجن هم 2، امرأة ورجل، ويجري ملاحقة بقية العصابة. هم انتقلوا إلى مديرية أخرى وسنقوم بالتنسيق مع المديريات الأخرى لضبطهم وتقديمهم للعدالة. باشرت الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع من تم القبض عليهم ليتم الاعتراف عن بقية أفراد العصابة والذين جميعهم من النساء، فيما لا تزال عملية المتابعة والتعقيب من قبل الأمن مستمرة في مديريات أخرى داخل المحافظة. قمنا بضبط عصابة متخصصة بالانحراف سرقات الممتلكات الخاصة في المحلات التجارية في خط الوسط صبر، وتم ضبط نساء ورجال منهم يعني متخصصين في سرقة كميات كثيرة من الملابس والأدوات والأغراض في المحلات التجارية بيع الشراء في المعارض. قمنا بالتحقيق بالقضية والتحقيق مع المتهمين واعترفوا، واليوم أرسلنا الملف للنيابة لاتخاذ استكمال الإجراءات القانونية. تعد العصابة النسائية من أخطر العصابات لاستخدامها طرقا احترافية في السرقة ساعدتها على التخفي عن عيون الأمن لفترة طويلة. لهم فترة طويلة، وكانت نتلقى كنا شكاوي متعددة من أصحاب المحلات في فقدانهم وسرقاتهم كذا، حتى تابعنا وتحرينا وتم ضبط هذه الفرقة كاملة وهي متلبسة بسرقتها. هم ليس لأول مرة، ولكن عددها مرات كثيرة من قبل، والآخر مرة تم اكتشافهم ولديهم مقبوضات تقدر بحوالي 700 ألف ريال يمني. المقبوضات الحالية التي تم ضبطها وهي بحوزتهم. ارتياح كبير من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية بالإنجاز الأمني المتمثل بالقبض على بعض المتهمين وإحالة الملف للنيابة على أمل أن ينالوا جزاءهم الرادع والعادل. تعد منطقة حلمة واحدة من أهم المناطق في دلتا أبين، وتشتهر بجبل معروف باسمها، ويعتبر من أبرز القلاع الحصينة في مناطق دلتا أبين. تعد منطقة حلمة واحدة من أهم مناطق دلتا في أبين المرتبطة بالتاريخ والتراث، وفيها جبل حلمة الذي يعتبر من أبرز القلاع الحصينة في المنطقة. هذا الجبل تاريخ قديم، يعني حتى كتب عليه السلطان مهدي، يعني في زمان بريطانيا كان مركز يعني للقطن. أول في البداية القطن، يعني كان القطن هذا يعني يردوا له هنا ويزنوا هنا في بريطانيا، زمان بريطانيا ذي. وبعدين بعد الثورة كان مركز التدريب العسكر، وبعدين همل، بعدين في الأخير همل. المعلومات التاريخية تقول إنه بانتعاش زراعة القطن في الخمسينيات أصبحت المنطقة مركزا لوزن القطن واستلام المزارعين لعائدات بيعه، بل ومسكنا للضباط والمزارعين من الإنجليز الذين سكنوا هذه المنطقة لفترة طويلة. كان هذا الجبل يعني يعتبر من أبرز القلاع، يعتبر من أبرز القلاع الحصينة في منطقة الدلتا، الموقع الحدودي بين السلطنتين، السلطنة اليافعية والفضلية، وكان سببا من أسباب الصراع بين هاتين السلطنتين. وكان فيه بالماضي أفراد من حراسة السلطنة اليافعية
وعندما دخلت بريطانيا المنطقة وعملت على نشر أفراد يعني حراسة من معسكر الليوي والشبر للحماية البريطانية آنذاك تمهيدا لزراعة لإدخال زراعة القطن. وعند بداية انتعاش زراعة القطن بني على سطح هذا الجبل هذا المبنى الذي كان يعتبر أول مركز لوزن القطن واستلام عائدات القطن. كان أول مركز عسكري وبعد اتخذوه لوزن القطن في المنطقة وفي ملحقات خلفه. كانت المنطقة مركزا مهما أيضا في المجال العسكري حيث استخدم الموقع كمركز تدريب لأفراد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومعملا لصناعة المتفجرات في الثمانينيات. ولهذا فإن الموقع موقعا سياحيا وأثريا وعسكريا بامتياز، وهو اليوم أحد المعالم الشهيرة في أبيان. تمكن شخص بصنعاء من تجميع سيارة تعمل بإمكانيات ومواصفات بسيطة وتنم عن إبداع يستحق كل الدعم والتشجيع. شاب يمني يتقد إبداعا وذكاء متأصلا في أسرته، فهم أسرة الهندسة والاختراعات رغم عدم دخولهم في هذا المجال وعدم دراسته. كمال عبد الله دودة، والذي حفر اسمه كماركة لأول سيارة أطلقها منذ أيام، صنعتها يداه ليل نهار طوال شهرين متتاليين ليحقق بذلك إنجازا منقطع النظير بإطلاقه هذا الطقم الصغير كما يسميه وبأبسط الإمكانات. الفكرة بدأت لي لأنه في المستقبل الولد حكي يطلبني يا شيء طقم يا شيء مطر، الطقم بخمسة عشر مليون والمطر طبعا يأتي إلى العناية المركزية. جمعناهن في ثنتين، الثنتين في واحدة في نفس الوقت، ماكينات مطر اقتصادية وفي نفس الوقت سيارة لا تأمن على ابنك، تأمن على من الحوادث من في نفس الوقت للمزارع، يستفيد منها المزارع للأماكن الضيقة للأماكن الوعرة، لأنه يتكون من تسعة عاشق. التعاشق الأول بطيء جدا إذا شيء بمناطق وعرة، طبعا دبل يمشي في الأماكن الوعرة. بعض الناس يقول لك بسطن واحد كفعة يمشي كفعة، صحيح حمولته مفلس سيارة يتحمل، لكن بطيء جدا وسرعته طبعا توصل لها 60. سيارة صغيرة اقتصادية جدا ببسطون واحد وفتحة سقف تصعد الجبال بأدوات محدودة جدا ويدوية وبحصيلة جهد وذكاء ورثاه عن والده المرحوم المهندس عبد الله دودة. الإمكانات ما بيش إمكانات، إمكانات محدودة جدا. هذا واحد من الإمكانات العاملة الرئيسية، المقص هذه استخدمت فكها أغلب الشغل يعني، وماكينية لحم صغيرة وجلخ ما بش غيرهن يعني. جلست فيها تقريبا شهرين يعني المدة طويلة جدا، لكن حسب الإمكانات. طبعا لو بإمكانات إن إحنا ننتج في اليوم ثنتين ثلاث سيارات إن شاء الله، نلقى دعم من الدولة، نلقى دعم من رؤوس الأموال، بدل ما بيستثمروها في الخارج يستثمروها يشغلوا أبناء البلد، البلد مليان بالمواهب ونستكفي استكفاء ذاتي. يطمح كمال لفكرة إنشاء مصنع للسيارات في اليمن والتي سيختلف سعرها بشكل كبير، وسنكتفي اقتصاديا حد قوله بصناعة السيارات محليا. يتمنى كمال أن يجد لطموحه صدى ولأمنياته الدعم والتحقق. تعدن المصافية في المضاربة بلحج موطنا مهما لثروة حيوانية كبيرة ومصدرا رئيسيا للأبقار والإبل. بعيدا عن الديرة يغادر رعاة الإبل والبقر أسابيع دون العودة إليها بحثا عن المراعي المثمرة لثروتهم الحيوانية، حيث تتواجد المراعي اليانعة في البادية المترامية أطرافها، وإليها يشد الرعاة الرحال في بلدة الصريح بمضاربة لحج، ولا سيما في المصافي التي تملك أغلب هذه الثروة وتعد المصدرة لها في المضاربة. نجلس فترة
من فوق 3 شهور 4 شهور في هذا الحبس، ونعاني من البرد، نعاني من الحمى، نعاني من التعب بسبب البوش هذا نجلس في الحبس على المرعى هذا. احنا نخرج لحياة الماء، ولكن الحبس هذا لا تهتم بداله ولا منظمات ولا حد يعلم منه. أقل حاجة يكون بوز 900 يعني للبدو اللي بصراحة تجيب يعني ثنتين دباب أربعة من مصنمة من عند نواب شلاتة من دب حق نواب فوق كتفي وقطعنا من الماي ظلي لك يعني أنت 100 منظمة والبعير حقك يعني ضميان ومرقوم في الخبط. لكن البادية التي يشد إليها رعاة الإبل والبقر هنا رحالهم تقتصر على فصل الشتاء والربيع، فيما يغادرها الرعاة في فصل الصيف زمن الحر الملتهب والرياح المحملة بالأتربة، حتى لو كانت بساتين كما يصفها الرعاة، نظرا لانعدام المياه مطلقا وعدم وجود الآبار، وهو الأمر الذي يتمناه الرعاة حتى تستمر رحلة الرعي لهذه الثروة التي يعتمد عليها العديد من سكان هذه المناطق. لما تجينا القدوب في بلادنا نخرج لما الخبط هذا. الخبط صحيح في مراعي وفي كسب للأموال، لكن لم نوجد المياه. المياه التي تحرقنا من الخبط يعني عندما يجينا الشمال يعني من بداية الصيف نخرج حتى لو يكون المرعى يعني بساتين نخرج من المياه. نعاني من شحة المياه في هذه المنطقة وغياب الدولة وغياب المنظمات وغياب الجمعيات الخيرية وكذلك فاعل الخير في هذه البلاد. نتمنى كنا من هؤلاء أن يوفروا لنا المياه، لكن للأسف. غادرت قناة السعيد البادية التي لا نهاية لها بعد رحلة قاسية كانت شاهدة فيها على حجم معاناة البدو المتنقلون في هذه المناطق في مختلف مجالات الحياة، وفي مقدمتها انعدام المياه، حيث يقطع الرعاة مسافة تتعدى 3 ساعات خطوا بحثا عن مياه الشرب فقط، فيما تظل بعرانهم عطشا. فهل يستجيب المختصون لنداءات البدو في هذه الصحراء في حفر الآبار أو توفير بوز الماء تجنبا للموت في هذه البادية عطشا؟ الآن مع فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. أطفال يمنيون في برنامج جلفوس كيدز بحاجة للمساندة. سوق الأربعاء في دوعن، عراقة الأسواق وتنوع التجارة. الحلاوة التهامية مميزات فريدة ورواج كبير. يعد سوق الأربعاء في منطقة دوعن بحضرموت واحدا من أهم وأعرق الأسواق في المدينة، له خصوصية فريدة في التسوق وتنوع المنتجات والحضور للمتسوقين. مع إشراقة صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع تبدأ الحركة في سوق الأربعاء الشهير بوادي دوعن بمحافظة حضرموت، ومعه يبدأ الباعة القادمون من مختلف مناطق دوعن وخارجها أيضا بعرض بضائعهم على المتسوقين، وإن كانت الحركة تبدأ فيه من عصر الثلاثاء بحضور الخضروات والبهارات ومطاعم الفول الشعبية وغير ذلك من المنتجات الأساسية. ظاهرة الأسواق الأسبوعية في مديرية دوعن هي ظاهرة حديثة. هذه الظاهرة بدأت في بداية التسعينات تقريبا، بالتحديد في عام 1993 ميلادية بدأت ظاهرة الأسواق تنتشر في مديرية دوعن، ومن هذه الأسواق هو سوق الربوع. وطبعا هذا السوق يعتبر من الأسواق المهمة في مديرية دوعن لأنه يؤدي إلى اجتماع السكان من جميع مناطق مديرية دوعن وكذلك من المديريات الأخرى وأيضا بل المحافظات الأخرى. كل السلع
الخضروات، الفواكه، الحلويات، ما يحتاج الناس من أدوات الزراعة، ما يحتاج الناس، موجود فيها محلات ثابتة، لكن السوق يقرب هذه الأشياء ويسهلها لهم يتداولها بدل أن يذهب إليها أبناء الوادي إلى مناطقها ويتكلفون النقل، أجرة النقل، ويأتي السوق إليهم إلى منطقتهم فيتبضعون بهذه ويشترون هذه البضائع. سوق اللازم على الأسبوع في منطقة البضاء بوادي دوعن، وتظاهرة اجتماعية أسبوعية يلتقي فيها أبناء دوعن الذين لم يتقابلوا من قبل. بعض الناس يعني ما تشوف فترة تشوف في هذا اليوم يوم الأربعاء. يقام هذا السوق الأسبوعي في منتصف وادي دوعن، ويعد من أقدم الأسواق الشهيرة، حيث يزوره الأهالي من كل حدب وصوب. سوق بضة يعتبر من أهم الأسواق في مديرية دوعن، حيث يأتي إليه كل الزائرين من مختلف المديرية ومن خارجها للحصول على متطلباته. وطبعاً نحن كقيادة أمن مديرية دوعن نقوم منذ الصباح الباكر وقبل أن يبدأ الازدحام نقوم بنشر تحرياتنا حتى لا نشعر المواطن بعسكرة السوق، عسكرة السوق قد يسبب لهم بعض المضايقة. وفي حال وجود أي خروجات أمنية يتم إشعارنا ويتم الضبط فيها، وإن هي مخالفة تم المعاقبة بموجب قانون المخالفات، وإن كانت جناية فيتم التحقيق فيها وإحالتها للنيابة. في كثير من السلع التي تعرض في هذا السوق، ومن هذه السلع الفواكه والخضروات، وكذلك في سوق للأغنام، وكذلك في سوق للعسل الدوعني المشهور، وأيضا في هذا السوق يوجد الصرافين، وكذلك في هذا السوق يوجد سوق الأسماك، وكثير من السلع الأخرى التي يعرضها الباعة على المشترين الذين يتوفدون من كثير من مناطق مديرية دوعن والمحافظات الأخرى. يعود تاريخ السوق تحديدا إلى مطلع التسعينيات، حيث يربط دوعن بمديرية الضليعة من جهة ومحافظة شبوة من جهة أخرى، ولذا هو ملتقى لأبناء محافظة شبوة وليس حضرموت فقط. ففي السوق خضروات وأسماك وبهارات وصرافة وغير ذلك كثير من السلع والمواد التي يقدم المواطن على شرائها. استطاع الشاب المبدع شهاب عبد الواحد من تجاوز سنه باختراعات وابتكارات أذهلت الكثيرين رغم عدة صعوبات وتحديات. شهاب عبد الواحد شاب يحاول الوقوف بأفكاره في وجه معاناة الحرب بابتكاراته التي أزاحت عنه غياب الخدمات الأساسية وحملت بداية مشواره بالغوص في عالم الإبداع الذي عاد عليه بالفائدة ولمجتمعه بأبسط الإمكانيات. بدأت اخترع الجهاز اللي هو الجوال أثر بطارية القلم. هذا الاختراع عندما كان الناس لا تقوم بالشحن ولا كان يسمون قطع التيار الكهربائي ولا يوجد طاقة شمسية، فلهذا افتكرت هذا الاختراع الجوال أثر بطارية القلم واستخدمته أكثر الناس يعني، فلهذا تطورت واخترعت الجهاز تحليل مياه الأمطار. والجهاز ذا تحليل مياه الأمطار للناس الفقراء يطلقون للماء من السقوف حق الأمطار يكون فيها غبار، وهذا الجهاز يفعل بعمل التصفية يصفي الماء حق الأمطار. فلهذا اخترعت الجهاز ضد السرقة، هذا الجهاز ضد السرقة للفنادق للمحلات التجارية للمؤسسات، وإن شاء الله إذا لقينا دعم شن نخترع الأشياء الكبيرة إن شاء الله لهم مخططات ورسومات مخبات معنا. إعادة تشغيل الهاتف النقال ببطاريات صغيرة وجهاز يعمل على تنقية مياه الأمطار بالإضافة إلى جرس إنذار بالمخاطر والعديد من الابتكارات الأخرى التي يعمل شهاب على رسمها في غرفته الصغيرة وبإمكانياته البسيطة بهم يحمل خدمة المجتمع دون التفات أحد إليه. أي جهاز إلكتروني بالبيت يخرب أو كذا حصل أي جهاز إلكتروني يقوم فكفكه يتعرف على إيش داخله إيش كذا، يعني محب للابتكار والاختراع والاطلاع يعني.
اي حاجه يصادف قباله وشي ما فهمناش ايش تعمل يبحث عنها بالنت ايش وظيفته، يحاول يعني لم الانفكار. لديه اختراعات يعني هذه من الاشياء البسيطه، لديه مثلا الرسومات مش قادر انه يخترع يعني بسبب انه الماده ضعيفه، يعني لو في جهه داعمه او جهه متبنيه لهذا المخترع بيطور افكاره بيطور اختراعاته الى احسن وافضل من هذه الصوره. باتت الامكانيات من تعوق شهاب عن اتمام ابتكارته بغياب الجهات المختصه برعايه الموهوبين وعدم قدرته على توفير القطع اوقفت العديد من مشاريعه التي ان لاقت الاهتمام ستعمل على خدمه المجتمع وستمكنه من تحقيق احلامه. تتميز الحلوى التهامية بمذاقها الخاص وأنواعها المختلفة، حالها كحال الحلاوة في تعز وعدن وغيرها من المناطق، لكنها تلقى رواجا وإقبالا شعبيا كبيرا لدى أغلب الفئات العمرية. الحلويات الشعبية التهامية لها شهرتها ومذاقها المميز الذي تتفرد به عن بقية المناطق في مختلف بقاع اليمن. حلويات متنوعة ومتعددة الأشكال والأصناف، ألوانها تسر الناظرين، ولها مسميات خاصة تعارف عليها السكان. مشهورة بالحلاوة هي، بس عندها يعني بعد ما مشهورة بالحلاوة عندها فصائل من الأسماء. أول شيء شطنة، وبعد شطنة مطية كلمة هامية يعني، وبعد مطية معناته الحلاوة التي تمطط. أيوة صدق، الحلاوة اللي تمطط يقولها يعني كلمة هامية مطية، وعندها يعني كلمة مسمنة. وعندها كثير من الأسماء ومشهورة بالحلاوة. طيب هل هي مهمة بالنسبة للتهامين مثلا يشترونها بكثرة؟ والله مهمة لهم يعني يعني مشهورة محببة أيوة محببة للأصغار وللكبار والأصغار، يعني عندهم يعني هي الأكلات الحلوة يعني. أكثر ما تتواجد هذه الحلويات في الأسواق الشعبية التهامية كسوق المنصورية وبيت الفقيه وغيرها من الأسواق الأسبوعية التي يتم فيها بيع وشراء كل شيء تقريبا بحسب طبيعة واحتياجات أبناء تهامة، وللحلويات فيها قسم خاص. الحلوية التهامية مشهورة في تهامة، واني ولذتها يعني حلوة يعني الخاصة التهاميين، تباع في الأسواق الشعبية منها سوق المنصورية يوم الربوع، وسوق الجمعة وسوق بيت الفقيه يوم الجمعة، وسوق السبت في المجنبئية. وهذه مشهورة بالأكلات الشعبية حلاوة مميزة، وعندها كثير أسماء في يعني في تخصيص الأسماء التهامية. يتقن صناع الحلاوة والعاملون بها في تهامة مهنتهم واكتسبوا سمعة طيبة يدل عليها مذاق ما صنعته أياديهم، فدخلوا قلوب الصغار قبل الكبار في مناطقهم التهامية بالحديدة والعديد من المحافظات الأخرى. شهدت مدينة عدن خلال الأسبوع الماضي من شهر فبراير الجاري انعقاد المؤتمر التاسع لأمراض الدم والأورام بحضور عدد من الاختصاصيين والمهتمين. وتأتي أهمية هذا المؤتمر في ظل تزايد عدد الحالات مؤخرا. أقيم في مدينة عدن وتزامنا مع الذكرى السنوية لتأسيس كلية الطب المؤتمر التاسع لأمراض الدم والأورام في تظاهرة علمية وأكاديمية تجمع المختصين والأطباء والباحثين من مختلف محافظات الوطن. نظم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان المؤتمر السنوي التاسع لأمراض الدم والأورام، والذي بالتنسيق مع جامعة عدن وكلية الطب. ويكتسب هذا المؤتمر أهمية كبيرة كونه يصادف هذه الذكرتين اللي 50 و45 لتأسيس الجامعة وكلية الطب. ايضا تطور مراكز الاورام في اليمن وانشاء عدد من المراكز الجديده وتحسن في اداء عملها وخدماتها. ايضا يصادف هذا المؤتمر ايضا عام البحث العلمي، والذي ايضا بيعتبر حافز للباحثون بعطاء اكثر. ناقش المؤتمر الأسباب التي أدت إلى زيادة انتشار المرض خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة، والطرق الوقائية التي من الممكن أن تقلل من الإصابة بالمرض. بعرض الإحصاءات بالنسبة لمركز الأمل محافظة تعز، إحصاءات الحالات الجديدة التي استقبلت خلال العام 2019
واللي تشكلت في المركز. يكتسب هذا المؤتمر ايضا اهميه من خلال مشاركه مراكز الاورام بعالم الاوراق، حيث وصلت الاوراق التي سوف تقدم خلال يومين 25 ورقه علميه مرتبطه بمسببات والامراض السرطانيه وايضا التقنيات العلاجيه لمرضى السرطان. هي فرصه ان شاء الله عشان نلتقي بالاخ مدير مكافحه السرطان لنناشده بتقديم المزيد من الدعم بخصوص بعض الادويه، بخصوص العلاج الاشعاعي، بخصوص العلاج التلطيفي، كذلك بخصوص عقد دورات تدريبيه للكادر الطبي. كمان احنا محتاجين ان شاء الله يعني منح للكادر في المجال التخصصات يعني العلاج الاشعاعي والعلاج التلطيفي. حضر المؤتمر مجموعة من الأطباء والمختصين والباحثين الطبيين الذين ناقشوا بدورهم وعرضوا إحصائيات ومعالجات وتوصيات ممكن أن تساعد على علاج مرضى الأورام والمصابين بأمراض الدم. توصيات مرتبطة أساساً بالوقاية من مرض السرطان، تطوير تشخيص وتطوير علاج، وأيضا رفد مراكز الأورام بتقنيات حديثة من ضمنها العلاج الإشعاعي الذي يذهب كثير من المرضى لسفر الخارج من أجل هذه المشكلة. المؤتمرات العلمية أساسا تعمل على إنعاش الفكر وعلى تبادل الخبرات بين الباحثين، وبالتالي بالتأكيد تبادل الخبرات يؤدي إلى الفائدة، وتبادل الفائدة في أهمية الكشف المبكر عن السرطان ومعالجة السرطان. تبادل الخبرة هذه تؤدي إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الناس، وكذلك تبادل الخبرة بين الباحثين يؤدي إلى الفائدة القصوى في يعني عملية علاج مرضى السرطان الذي نأمل أن تتحسن يعني خلال الفترة القادمة. الاهتمام بالقطاع الصحي وبخاصة مرض الأورام السرطانية واجب يقع على عاتق الجميع، سلطات صحية أو منظمات أو أطباء، ولا بد من العمل على استخدام البحث العلمي لكشف الأسباب التي أدت إلى تفاقم المرض خلال السنوات الأخيرة وبشكل كبير. تعود الأواني الفخارية مرة أخرى إلى مطابخ البيوت اليمنية بقوة لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالمعيشة وظروف الناس. يعود الفخار القديم في الآونة الأخيرة إلى العديد من البيوت اليمنية بأشكاله المتنوعة، التناوير والأواني الفخارية وجرار الماء والبرادات اليدوية الصنع، والتي استبدلتها الكثير من المنازل مع صعوبة الظروف بدلا عن الغاز والكهرباء. رجعوا الناس إلى التناوير، إلى المصاعد، إلى الحرفة اليمنية، وذلك هي أسهل للمواطنين، أسهل من الغاز، أسهل من أي شيء، ولذلك فإن هذه هي أحسن من التناوير وأرخص. التناوير الغاز وأرخص، ما يستهلك يعني غير قليل حظ، ما يستهلك حظ بخيرات. ويعد الفخار من الحرف الأصيلة اليمنية التي اشتهرت بها اليمن منذ القدم لما له من فوائد عدة على أوسع نطاق، ليحكي كل نوع من الفخار حكاية الأصالة العريقة. هذه ملاحات للحوح، كمان هم يستعملوها إلى اليوم، وهذه تناوير يستعملوها للخبز، وهذه صناعة حرفة يمنية. قد لها من فوق 3 قرون يمكن. الفخار عشان يبرد الماء، يبرد لنا الماء، واللهم صل على النبي يعني لا تسممات، ما يجي فيه تسمم، ويقع فيها وقاية نغطيه ونحط فيها، نعبيه احنا بنفسنا ونحط السبيل لله، ما نجا شرب منه سبيل باب العمارة، ويكون منظم الماء. الماء ما يقعد فيه لا حامي ولا بارد زيادة، لو يقعد حتى بين الثلج يقعد الماء فيه تأخر طبيعي. أيوه يعتبر صحي كيف 100%. الفخار هذا يتمنى الناس عودة الحياة أفضل مما كانت عليه، لكن الحفاظ على موروثاتنا العريقة وحرف اليمن الأصيلة هو من أساس استمراريتها زاهية ومميزة. الآن مع فاصل من الإعلان ومن ثم نعود.
في البيضاء الأموال تنثر على رأس العريس. النقش على الجسد والحناء، طقوس المرأة في التربة بتاز. تعلم شاب يمني من أمه المصرية عمل وجبة الكشري لتصبح هذه الوجبة مشروعا له، خاصة بعد عودته إلى اليمن. كشري مصري بخط أصفر مميز كتب هذا العنوان على تلك العربة الواقفة في جولة الرويشان ليقودها ويقف بها أخوين يعملان في صناعة وبيع مشروعهم الصغير والفريد والوليد على اليمن، وهو الكشري المصري. وعن كيف أتتهم الفكرة يرويان لنا القصة. بدأنا المشروع أخي الصغير هذا اللي ورايا هو اللي اقترح الفكرة، كنا نتغدى كشري وعلى طول يعني شيء صدفة جاء. الحمد لله. أكيد أنا لو ما لقيت نجاح ما استمريت، الحمد لله لقيت نجاح. لي يمكن سنة ونص أو سنتين تقريبا يعني حدود. الفكرة طبعا جتني تبع الكشري، كنا نتغدى كشري، والدة كانت عاملة كشري، فجتني الفكرة لأنه يعني شفت أنه هنا ما حصلت كشري بصنعة، في أشياء كثير يعني مش موجودة بصنعة، أكلات كثير من بلدان كثير مش موجودة، بس اخترت الكشري بحكم أنه الوالدة مصرية ونقدر نعمله تمام، بس كذا جتني الفكرة. وبإتقان فريد وهدوء جم وحب وتهافت من الناس يأتيان كل يوم على الظهيرة بعد أن ينتهيان هما بنفسيهما من صناعة الكشري. الحمد لله نجحنا، لأنه يعني حتى الناس كانوا يستغربوا أنه كشري، يعني هذا الشيء كان يبسطنا أكثر لما الناس يشوفوا هذا الشيء ويعني يتفاجئوا أنه في كشري، يعني هذا الشيء يثبت أنه هذا الشيء جديد هنا. وفي صعوبات يعني بحكم الوضع الآن، يعني الغاز هذه شوية تعرقلنا شوية. طموحاتنا سلسلة مطاعم إن شاء الله، أول شيء نطمح للأصغر طبعا مطعم، بس الواحد يطمح للأكبر إن شاء الله. الواحد أهم شيء يتوكل على الله يعني، واشتغل إيش هيلس، ما في عمل ما في، خلاص اشتغل. أنا بديت بشيء بسيط والحين الحمد لله جالسين نكبر المشروع إن شاء الله بإذن الله يكبر. أنا دائما أشتري منهم لأنه أكلهم نظيف ورائع جدا، طعمهم حالي ومشروع تمام نظيفين كل يومين. قصتهما الملهمة تنبئنا جميعا بأن للحياة طعم آخر في ظل ما تصنعه بيدك وتكدح فيه لأجل بناء مستقبلك وأحلامك. فحلمهما صناعة سلسلة مطاعم الكشري المصري في اليمن، وهاهما يبدعان في جلب الناس وحبهما لأكلتهم المفضلة. استنكار كبير لما تسمى بظاهرة الذلح في مدينة البيضاء وبعض المديريات المجاورة، حيث يقوم بعض الضيوف بنثر النقود على رأس العريس عند مشاركته في الرقص. الذلح مصطلح بيضاني يطلق على ظاهرة حديثة ودخيلة على التراث البيضاني، حيث يقوم الضيوف بنثر العملات النقدية المختلفة على رأس العريس عند مشاركته في الشرح أو خلال الحناء. طبعا الذلح أو ما يسمى بالفدو عندنا في التراث البيضاني، طبعا هذه عادة يعني وجدت في التراث البيضاني في الأعراس، سواء كانت عند الرجال أو عند الإناث، يعني دخيلة علينا لا تتجاوز عمرها تقريبا 20 إلى 25 عام. قضية الذلح هي في منها الحسن ومنها السيء. الحسن هو الذي يكون فيه الرفد لهذا العريس تكون معونة له، والسيء هو الذي يكون لهذا الذي يطبل أو هذا الذي يزمر. فهذه من العادات الدخيلة ومن العادات التي لم تكن موجودة في محافظة البيضاء أبدا، وإنما من الأمور الدخيلة. يعتبر الذلح عند البياضنة طريقة يعبرون من خلالها عن مدى معزتهم للعريس ومشاركتهم له فرحته وسروره.
الذلحة ورمي الفلوس على العريس عندنا تعتبر نوع من أنواع الفرحة والتعبير عن مدى سعادتهم بالعريس، وتعتبر يعني نوع من الفدو على العريس أو حاجة زي كذا. هذا يعتبر نوع من أنواع الرفض يعني في البيضاء، أو يعني حنا تمام ولا لا يذروحوا على العروس، يعني هذه قدي عادة يعني خاصة في مناطق البيضاء. يوم الحنة أو أثناء ما يسمى بالشرح البيضاني يقوموا الأصدقاء والأهاء وأصحاب العريس بهذه مبالغ مالية على العريس، طبعا جزء منها بعد الاتفاق مع أصحاب الذين اللي هم يسمون العازفين أو المطبلين عندنا أو يسمون المزمرين، يقومون بأخذ إيش المبلغ هذا بعد الاتفاق مع العريس، أو إذا أعطوا صاحب الشرح ما يقوم اللي بعملية الإيقاعات عندما يقوم يتفقوا معه بالمبلغ محدد يأخذ هذا ما يسمى بالذلح أو بالفدو، يأخذ ويعطى للعريس. أيضا كذلك عند النساء. قد يستغرب الكثير من ظاهرة الذلح، إلا أنها متواجدة في أغلب المناطق اليمنية ولكن بطرق ومسميات مختلفة، فمنهم من يطلق عليها اسم الرفد أو الطرح أو الحناء وغيرها من المسميات. الذلح يعتبر الرفد للحريو، يعني خاصة في البيضة ومعترف عليه في كل العالم، مش مهم في البيضة في أي مكان. تقوم النساء من الأقارب من الأهالي من الأهل من الأصدقاء يقومون بالفدو على أو بالفدو ما يسمى بالفدو أو بالذلح على العريسة أو على العروس، وثم بعد ذلك يجمع المبلغ إما للعروسة كما سلفنا عند الرجال أو تكون لصاحبة الإيقاع. لا يعد الذلح من التراث البيضاني، ولكنه ظاهرة دخيلة على التراث وبالرغم من انتشاره في البيضاء، إلا أنه يواجه بعض الانتقادات من أبناء المحافظة. زوجة مصابة بالشلل، 6 أطفال يعانون الفقر، وعائل يكابد الحياة دون أن يستطيع توفير لقمة العيش كما يجب. هذه قصة أسرة تحتاج للمساعدة، نتعرف عليها في هذا التقرير. أسرة عبد الله الوصابي، والمكونة من 6 أطفال وأم مقعدة وأب يعمل بعربة صغيرة، لا تؤمن لهم حتى قوت يوم كاف إلا دراهم معدودة، وأطفال يجمعون أغطية العلب البلاستيكية وكراتين الدخان لبيعها. لقطوا لي 10 حبات دخان يبيعون بمية، قد عايش عيالي يشتريون بالمية حتى علبة زبادي، ولقطوا لي معاطي ولقطوا لي صحات بيعون، قد عايش نفسي حتى ندون حق الغداء العشاء. إشاعة ما أقدر كبكت عنا نفسي حبلي إشاعة ما أقدر، إحنا الحالي على مول الله هذيش يساعد هنا الله يجزي والخير. هذه جارتنا وعرفها انهم مساكن وحالتهم ما تتحملش، وامراض ومعها 6 أطفال، 2 يصيروا يجمعوا لها الصحات، و2 يصيروا المدرسة، و2 جنبها، وزوجها مسكن مع الله عربية يوصل يحيان يحصل 203 حق الخبز والزبادي، وهم مساكن يرحموا ومستأجرين وعليهم إيجارة متراكمة. حالهم صعب يرثى لها، أم مرضت وأصبحت معاقة فجأة دون أن تستطيع حتى عمل أشعة لمعرفة السبب منذ 5 أعوام، وإيجارات متراكمة، وأولاد خسروا طفولتهم لتأمين لقمة العيش، ولا عالم بحالهم إلا الله تعالى. لي 5 سنوات يا تعرفي راشد ما تحركش، يندوري معي 2 لقطوا صحات، 2 للمدرسة، و2 دام عادم قهرة لقطوا لي دخان لقطوا معاطي، الحالي على مبول الله. زوجي مع اللي عربية عربك بسوق علي محسن، صدق الحالنا على مبول الله، اللي قال فوقنا والله أنه حق 4 شهور بيت ب20، ما نقدر ندي حتى حق الأكل، الحالي على مبول الله، والحالي على مبول الله، ولا معانا شيء، واني مرة معوغة وهو معه جهلة. ولا دريق ما حصل لي، قال معانا تحطي بيش نتعالج بكل المستشفى ما نقدرش. المرة لها فترة من الزمن تعبة ما تتحرك من فراشة، تعجل لجهالة وهي فوق الفراش
وزوجها يصل يخبز لهم بالظهر. أنا أشد أهل الخير إنه ما فعلوه خير هو لأنفسهم، الذي يقدر يفعل الخير هن يطلب الأجر. قال الذي يفعل معي خير شو يساعد، إحنا الله يجيب الخير ربي، الذي يفعله معي خير شو يدخل الجنة، الذي يفعل معي خير معانا جهلة وإيجار بيوت ومرض على الفراش ما نقدر نهب حتى إشاعة، الله يجيب الخير. فقر ومرض وديون هو حال هذه الأسرة المتعففة والتي لا يعلم بحالها إلا الله تعالى، فمن يفك ضيق حالهم ويساهم في تفريج كربتهم ليدخر لآخرته أجرا عظيما عند الله تعالى. الآن مع فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. النقش على الجسد والحناء، طقوس المرأة في التربة بتاز. أهلا بكم. الحناء أو الخضاب من أهم وسائل التجميل والرسم على الجسد لدى النساء في اليمن بشكل عام وفي مدينة التربة على وجه الخصوص، حيث تشتهر النساء بصناعة أجود أنواع الحناء والخضاب بتصاميم فريدة. الحناء نبتة عطرية مميزة تعشقها النساء وتمثل مصدر للفرح والبهجة، ونقش اليد بالحناء عادة يمنية قديمة عرفتها نساء معظم المناطق منها مدينة التربة التي توارثتها نساء المنطقة جيلا بعد جيل. تستخدم الحناء باعتبارها مادة من مواد التجميل الطبيعية المفضلة والتي تستخدمها النساء في مناسباتهن وأفراحهن المختلفة، حيث تنقش على الجسد بأشكال ورسومات فنية رائعة تضفي على المرأة مزيدا من الحسن والجمال. كان النقش يعني زمان يعني في الإبرة وصعب، يعني مش مثل الآن. الآن يعني منتشر وتطور يعني الناس بالجرايد وال، وبعدين يعني حبيب فرق يعني ناس تحنين بالخضاب وناس بالحنة، واللي هي يعني بيضة تفضل إنه الأسود ويبقي ويطلع له يعني يكون يعني له مظهر جميل. والحنة يعني كمان حلو، يعني بعضهن حسب الطلب ناس يطلبين الحنة وناس يطلبين الخضاب. صارت زينة المرأة بالنسبة للحناء سواء كانت حناء معجونة كما كان في التراث القديم أو حناء أقماع أو الحناء التاتو، فصارت تتزين فيها العروس أو المرأة التي تريد التزين لزوجها على الكفين والساعدين والقدمين والساقين، وأيضا هناك بعض النقشات على الظهر على الأكتاف وعلى الصدر. الأجود والأحلى هنا في منطقة التربة الحناء بشكل ممتاز وشكل كبير جدا للأعراس، فنادرا ما يطلبين الخضاب الصنعاني اللي هو الخضاب الحجري. السبب بعض الأجسام تجي تتحسس في بالخضاب، في بالصبغة، في بالحنة، في بالحنة الهندي، في بالحنة الطبيعي، في اللي يسبب حساسية وآثار بالجسم ومشاكل النساء، وفي حنة طبيعي كأنه حنة طبيعي عادي ما يأثرش خالص، ودرجاته وألوانه يعني، وسواء النقش بالإبرة بالأقمع. ولنقش الحناء هنا مناسبات خاصة وحفلات تخصص لها والتي غالبا ما تكون في اليوم السابع للعروس، حيث تحرص الأسر على إقامة حفلة الحناء للعروس التي تتميز بطقوس معينة ويتم نقشها على إيقاعات الموسيقى وزغاريد الحاضرين. الآن في مدينة التربة أو في عدد من المدن الأخرى مثلا عادة صارت العروس تحدد يوم يسمى بيوم النقش، يوم نقشة الحنة، حفلة خاصة لهذا ويحصل فيه الزفة والعرس وكأنها يوم عرس يعني لحاله. فرحة العروس بالنقش والكوافير والزغاريط
والزغاريط وكمان الطبلة المعروف هنا بمنطقة التربة. نتجمعوا الأهل والأصدقاء والنسوان مدينة التربة والزغاريد والأفراح لكي يحتفلوا مع العريس، وأغلب النساء يكون النقش موجود في يدها، وتعتبر عادة حلوة جدا. يناقش الحنة على كفك الزين، كفك عذاب قلوب من غير حنة، أخلفت عقال العرب والمجانين، خلق الله تباريك منهم ومنا. شفت ناقش الحنة أبوي أبوي من فنة، شفت ناقش الحنة أبوي أبوي من فنة، طائر من الجنة. أربعة أشهر فقط في بلدة الصريح بمحافظة لحج كانت كفيلة لأن يقوي السرطان على 5 أشخاص. الأهالي يشكون تفشي المرض دون معرفة الأسباب ويناشدون الجهات الرسمية والمنظمات للتدخل. في بلدتي شقرة والصريح بمديرية المضارب ورأس العار بمحافظة لحج، العديد من المصابين قضوا نحبهم، ومنهم من ينتظر بكابوس السرطان الذي يخيم على مناطقهم منذ ما يقارب 2 عقدين. كان آخر ضحايا 5 من نساء المنطقة في ظرف 4 أشهر. تعاني منطقة الصريح غير كل مناطق الصبيحة من انتشار مرض الأورام السرطانية بشتى أنواعها، سواء أورام الثدي أو المبايض أو المعدة فهذه الأمراض أصبحت فتاكة تقتل العديد من الناس، أفراد المنطقة. فمنذ العام 2000 إلى هنا أكثر من 20 إلى 30 حالة وفاة. حتى اللحظة لا يعرف القاطنون في هذه المناطق سبب تفشي الداء الفتاك في أكبر كارثة شهدتها منطقة على مستوى الصبيحة خلال العقود الأخيرة، دون أن تصل للمناطق جهة معنية تستكشف سبب هذا الداء الذي حصد العشرات من سكانها. الأورام في المنطقة كامل، وأكثرهم الغدد الترقية في هذا المنطقة، وأنا أحدهم. عانيت وجلست فترة أستخدم العلاج ولم أستفيد منه. في حالات كثيرة، أكثر من 10 حالات توفت سبب مرض السرطان، لا ندري ما السبب. ناشد الجهات المختصة النزول ومعالجة مثل هذه المشاكل، مثل أمراض السرطان الذي تؤدي إلى الوفاة ودت بكثير من الأشخاص في هذه المنطقة. نطالب الدولة بإنزال فريق مسح لمعاينة هذه المنطقة وفحص المنطقة بشكل عام للبحث عن أسباب هذا الانتشار وتفشي هذه الأمراض الفتاكة المميتة. من يعيش هنا يشهد فصول المعاناة والمخاوف التي يتجرع علقمها القاطنون في هذه المناطق دون أن يجدون من يزيح هذه المخاوف باستكشاف الأسباب لهذا التفشي والعمل على محاصرة هذا الداء حتى لا يقضي على من تبقى من الأهالي. بجهود ذاتية نجحت مبادرة شبابية في مديرية الشمايتين بتعز من تنفيذ مشروع نظافة وإزالة العشوائيات في الأسواق والمقالب والشوارع ابتداء من الصافية وصولا إلى مدينة التربة. أكثر من عصفور بضربة حجر واحدة، هذا ما نتج عن الحملة التطوعية التي جاءت بها مبادرة شبابية لأبناء مديرية الشمايتين بمحافظة تعز. مبادرة نجحت في إزالة كل المستحدثات العشوائية ومقالب القمامة في الأسواق والشوارع ابتداء من منطقة الصافية وصولا إلى مديرية التربة، والتي يراد لها أن تكون بشكل مستمر. السوق غرقان كان بالقمامة، والحمد لله المبادرة بزعامة الأخ محمد الشيباني نظف حد يعني إلى حد ما من القاذورات ورفع المخلفات، بس نحن نطلب المبادرة هذه تكون باستمرار، مش موسمية، أو باستمرار يكون العمال واصل في المنطقة مشان إزالة المخلفات. نشكر شباب صناع الحياة ما قاموا به من نظافة في داخل الصافية، منطقة الصافية، وذلك وبرضه نشكر الشباب الذين قاموا معهم بتنظيف الأماكن كاملة، ونرجو من أصحاب المحلات
الذين يرمون القمائم في الشوارع عليهم الالتزام في رمي القمامة في مكانها وإحراقها، وذلك لكي لا تسبب الضرر لأبناء المنطقة. خلال الفترات الماضية تسببت تلك القمائم المكدسة وما تحويه من مخلفات عضوية بانبعاث روائح نتنة، وانتشرت من خلالها أنواع من الأمراض المختلفة، فتم تجميعها والتخلص منها في محارق خاصة، كما تم محو آثارها وردم أماكن تجمعاتها السابقة. أجت الفكرة من منطلق تكدس القمائم في الشوارع والمقالب القريبة من الأحياء السكنية، التي هي مصدر لانبعاث الأمراض والأوبئة. نحن أجينا لنكتث هذه السبب الرئيسي، نكتثه من ثم نعمل على معالجته بطرق ويعني بطرق مرتبة، من حيث أن نحن مثلا نقوم بتنظيف الشوارع ومن ثم نقل القمامة إلى الأماكن الخاصة وإنشاء محارق خاصة. المنطقة كانت غارقة بالقمائم، الآن إلى حد ما خفت بنسبة يعني أفضل مما كانت. قبل ما تعمل الحملة هذه كانت المنطقة كل قمامة وقذارة، الآن بدأ في تحسن في نظافة. نشكر القائمين على هذا المشروع، المبادرة بمشروع النظافة. المبادرة نجحت أيضا في توفير مساحات لحركة السير والتخلص من الاختناقات المرورية في الشوارع من خلال إزالة البساطات والصندقات التجارية العشوائية. نطلب من أصحاب المحلات التعاون مع هذه المبادرة وإعمال عملية تنظيم لأكياس وأماكن خاصة للنفايات حتى تكون المنطقة وما يحيط التجار نظيف. نحث أصحاب المحلات وأصحاب الدكاكين أن يحافظوا على هذه النظافة يوميا باستمرار، لأنه أي واحد كل واحد يكدل بورقة وهذا يكدل بقرطاس وهذا يكدل بقمامة، ستتكوم القمامة في المنطقة، تسبب لك أمراض، تسبب لك بلاوي من هذه الأشياء. الجميل في الأمر الاستعداد لهؤلاء الشباب في استمرار مهام مبادراتهم وعدم رمي الحمل على غيرهم أو انتظار منقذ لمشاكلهم قد يطول انتظاره. نتوقف الآن مع قضايا دولية في هذه الفقرة بالشراكة مع قناة دوتشفيل الألمانية، لكن بعد الفاصل. وسط حالة من الغموض في عدد من الملفات الدولية وفي مقدمتها الخلافات التجارية والتغيير المناخي وغيرها من الملفات الأمنية والتهديدات المحدقة بالسلم، عقد مؤتمر ميونخ الأمني في ألمانيا الأسبوع المنصرم تحت شعار تراجع دور الغرب. مراقبون اعتبروا أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف والمتغيرات العالمية أظهر عدم صلابة المعسكر الغربي والعلاقات بين جانبي الأطلسي لما شهده من انتقادات وتبادل للاتهامات. سنحاول معرفة أبرز ما تناوله هذا المؤتمر من قضايا دولية وأسباب التراجع الغربي ودوره في العالم، إضافة لمحاور أخرى مع ضيفنا من ألمانيا الخبير بقناة دوتشفيلا الألمانية في الشؤون الأوروبية والألمانية دكتور عبد الرحمن عمار. مساء الخير دكتور عبد الرحمن، وأهلا بك في صدى الأسبوع. مرحبا دكتور عبد الرحمن. لنبدأ من التعرف على أبرز القضايا التي تناولها هذا المؤتمر الذي انعقد في ألمانيا مؤخرا. نعم، ككل سنة هذا المؤتمر الذي حضره أكثر من 500 شخص يمثلون الكثير من الحكومات والدول وأيضا خبراء ومحللين ومختصين في المجال الأمني والقضايا السياسية الراهنة، اختار كشعار لهذا العام تراجع القيم الغربية. ورغم أن هذا الشعار يحيل إلى القيم الغربية، إلا أن الموضوعات التي كانت حاضرة كانت اقتصادية بامتياز،
الجهاز كالعلاقات بين الغرب والصين، كانت أيضا سياسية كالحديث عن مناطق الأزمات، الأزمة الليبية، أيضا الأزمة السورية، وتم الحديث أيضا عن الشرق الأوسط وصفقة القرن المعروفة إعلاميا بصفقة القرن، أي خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وأيضا العلاقات مع روسيا والعلاقات بين الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. والضيف هذه الدورة كان أيضا مدير شركة فيسبوك، وهو دليل على أن أيضا مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت صار يلعب دورا مهما في السياسات الأمنية والاقتصادية في العالم. المؤتمر على غير العادة، خلينا نقول أنه كان ساخنا جدا هذه المرة في ظل انتقادات توجهها أوروبيون كثر للإدارة الأمريكية لسياسات الرئيس ترامب التي وصفت بالانطوائية وغير الواقعية. ما تعليقك على هذا التوجه، أو لنقل هذه الانتقادات الكبيرة والتي جاءت تقريبا لأول مرة على هذا المستوى؟ صحيح، كان مؤتمرا ساخنا، والكلمة الافتتاحية للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير كانت قوية جدا، حيث وجه الكثير من الانتقادات إلى الأمريكيين من جهة، واتهمهم بخدمة المصالح الذاتية والشخصية وعدم التفكير في الشركاء الآخرين، ووجه أيضا انتقادات لادعة للصين التي قال عنها بأنها تتعامل مع القيم الإنسانية وحقوق الإنسان وتتعامل مع الدول أخرى حسب مصالحها الاقتصادية، لكنه لم ينس أيضا أن يوجه انتقادات للروس الذين يبتون التفرقة بين الأوروبيين ويسعون إلى تغيير الحدود داخل الاتحاد الأوروبي. وخلص الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في كلمته إلى أن الكل يتحمل المسؤولية فيما وصل إليه العالم الآن من أزمات وحروب، لأن هناك خدمة للمصالح الذاتية والمصالح الاقتصادية بالدرجة الأولى، وقال بأنه يجب أن نتعلم من الماضي والحروب، والتفكير في المصالح هو لن يكون في خدمة أحد، لن يكون في خدمة الإنسانية. لو ركزنا على ما يقول البعض أنه تراجع للدور الأوروبي أو الدور الغربي في حل الأزمات في العالم، ما المقصود بالتراجع هنا وأسباب هذا التراجع إن كان بالفعل هناك تراجع حقيقي؟ الرئيس الألماني هو مع هذا الطرح والكثير من الخبراء، وأيضا الرئيس الفرنسي، لكن بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في كلمته يعني حاول الدفاع عن الموقف الأمريكي، وقال بأن الأمريكيين والغرب لم يتراجعوا عن أداء واجباتهم ومهامهم في مناطق الأزمات، وقال بأنه تم القضاء بشكل نسبيا كل على تنظيم داعش الإرهابي في العراق، وذكر أيضا بأن تواجد القوات الأمريكية إلى جانب القوات الغربية في الكثير من مناطق الأزمات لخير دليل ومثال على أن الغرب حاضر هنا وهناك. لكن الكثير من الخبراء يقولون بأن هذا ليس صحيحا، لأن تعامل الأوروبيين أو الأمريكيين والغرب بشكل عام مع الكثير من الأزمات في الكثير من المناطق لم يعد كما كان في السابق، وأبرز مثال على ذلك ما يحدث في ليبيا، وهو ما فسح المجال لاستمرار النزاع بين أطراف النزاع هناك في ليبيا وتدخل قوى خارجية أخرى. الرئيس الفرنسي أيضا انتقد التوكل الأوروبيين المتواصل على الأمريكان فيما يخص السياسة الدفاعية، ودعا إلى تشكيل وتكوين قوة عسكرية أوروبية مستقلة عن الأمريكيين. طيب دكتور عبد الرحمن، إذا ما تحدثنا عن هذا التراجع الذي يبدو أنه حقيقي، هل هذه الدول الأوروبية باتت الآن تفكر مشاكلها الداخلية بسياساتها الداخلية أكثر من المشاكل الخارجية، وهو ما أدى إلى هذا التراجع؟
حسب الكثير من الخبراء صار ذلك واقعا، وأبرز مثال هو الأزمة الليبية والأزمة السورية وحتى في العراق وحتى في اليمن والكثير من مناطق بؤر التوتر في العالم. عندما نتحدث عن الأزمة الليبية، لم تعد فرنسا أو إيطاليا أو الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يعني تتدخل لحل أزمة السياسية الليبية، بل صار للروس عبر ميليشيات تابعة لروسيا وأيضا للأتراك موطئ قدم هناك، وصارت هناك الكثير من الدول العربية كذلك التي تمول هذا الطرف أو ذاك. نفس الشيء ينسحب على سوريا. لا يمكن أيضا الآن الحديث عن سوريا دون الحديث عن إيران ودون الحديث عن الروس ودون الحديث عن الأتراك، إضافة إلى القوى الغربية التي تتدخل هناك في الحرب الدائرة. وبالتالي فإن وجود هذه القوى الجديدة، دون أن ننسى أيضا الصين في الكثير من الدول الأفريقية التي تحاول الدخول بقوة ناعمة اقتصاديا، دليل على أن فعلا الغرب صار يتراجع. والانتقادات الموجهة للغرب هو ازدواجية المعايير، من جهة تتحدث عن حقوق الإنسان وتريد بناء ديمقراطيات في هذه البلدان، لكن من جهة أخرى أحيانا تدافع عن أنظمة ديكتاتورية وأحيانا أخرى تتقاعس عن أداء واجبها ودفع الأنظمة هناك إلى الإصلاح، ما يجعل المجال مفتوحا أمام قوى جديدة تدخل لأول مرة أحيانا إلى هذه البلدان، كما هو حال تركيا في ليبيا. البعض يذهب بعيدا إلى أن التدخلات العسكرية وحدها، أو لنقل هي التي يعول عليها أكثر، بأنها كفيلة بحل مشاكل العالم. ما رأيكم بهذا الطرح؟ ليس فقط الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير، ولا فقط وزير التنمية التعاون والإنماء الدولي جيرد مولر، اللذان يحذران من التركيز على الجانب العسكري، لأنه حسب رأيهما مثلا السنة الماضية هناك زيادة للإنفاق العسكري على المستوى العالمي بنسبة 4%، وليبيا مثلا الآن صارت أكبر دولة في العالم يعني في الآونة الأخيرة تستقبل أطنانا من الأسلحة ذات العيار الثقيل، مع ذلك الحرب مستمرة والأطراف لا تزال تتنحر فيما بينها. والألمان عندما يقولون هذا ينطلقون من تجربتهم الحرب العالمية الأولى والثانية وتبعاتها، ويقولون بأن المواجهات العسكرية والسلاح يترك جروحا عميقة ولا يحل المشاكل. طبعا هناك حسب الكثير من المنتقدين الكثير من شركات صناعات الأسلحة التي تحاول عقد صفقات جديدة، وهناك دول تستفيد بشكل مباشر من تجارة الأسلحة، يعني ليست هناك مصلحة للبعض، يقول خبراء، في أن يعم السلام في العالم، لأن هناك من يستفيد من هذه الصفقات. وبالتالي هناك تحذير ليس فقط ألماني ولكن من الكثير من المنظمات الإنسانية من أن التركيز على الجانب الأمني لن يحل المشاكل، وهناك دول تتواجد فيها قوات حفظ السلام الأممية لتحاول تثبيت السلام، لكنها فشلت لأكثر من 16 سنة تتواجد في تلك البلدان، وأطراف الصراع لا تزال متناحرة. إذا ما تحدثنا أكثر دقة عن اتهامات موجهة للأوروبيين للأنانية، للمصلحة الذاتية لهذه الدول، وطبعا هذا ما يطرحه البعض ويطرحون أمثلة على ذلك. ليبيا مثلا غنية تدخلوا فيها، بينما لم يتدخلوا في دول فقيرة مثل العراق، سوريا، اليمن. على الأقل حسب التقرير الأمني الذي صدر خلال مؤتمر ميونيخ الذي صاغه الكثير من الخبراء، هو يقول ذلك بأن الغرب لديه الآن ازدواجية في القيم والمعايير، ويتعامل مع مناطق الأزمات حسب مصلحته الخاصة. والأكثر من ذلك، فأحيانا تجد هذه الدولة الأوروبية تدعم هذا الطرف، وتجد دولة أخرى تدعم الطرف الآخر. ولا أبرز مثال على ذلك الأزمة الليبية
والموقف الإيطالي والفرنسي المتناقضين تماما في دعم هذا الطرف أو ذاك. وبالتالي فإن حسب التقرير الأمني للمؤتمر يقول بأن الدول الأوروبية عندما تبدأ في محاولة رأب يعني الصراع وحتى الأطراف على العودة إلى المفاوضات السلمية، أولا لا تكمل هذا المسار أو تتخلى عن هذا المسار حسب مصالحها، أو تدعم أنظمة ديكتاتورية فقط لأنها تلبي مصالحها الاقتصادية والسياسية. وبالتالي هناك صحيح انتقادات كبيرة للاتحاد الأوروبي حتى فيما يخص الانقسامات بين الأوروبيين في التعامل مع روسيا من عدمه. هناك الكثير من الدول هنا في أوروبا التي تقول لا، ليس هناك أي مانع من أن نتعامل مع روسيا، بينما أخرى تقول بأن روسيا بلد لا يحترم حقوق الإنسان ويريد بت التفرقة وسط الاتحاد الأوروبي ولا يمكن أن نقبل التعامل معه. هناك انشقاقات كثيرة، وأحد أسبابها ظهور اليمين الشعبوي المتطرف في الكثير من الدول، وما يدفع السياسيين الآن إلى محاولة الاستجابة لضغوطات اليمين خوفا من فقدان السلطة. أخيرا دكتور عبد الرحمن، في ظل هذه الهشاشة بين جانبي الأطلسي، هل نحن أمام تكتلات جديدة ستظهر وتتخلق قريبا؟ نعم بكل تأكيد، التكتلات الجديدة بدأت بالبريكسيت، والبريطانيون أعلنوا أنهم سيتوجهون صوب واشنطن، وترامب هو أيضا بارك منذ البداية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يعني يمكن الحديث عن تكتل بريطاني أمريكي. من جهة أخرى، الرئيس الفرنسي قال في كلمته في المؤتمر بأنه ليس هناك مانع للتعامل مع الروس، والعقوبات التي تم سنها ضد روسيا لم تؤتي ثمارها، ويقول بأن مشاكل الأطلسي أو مشاكل أوروبا هي شأن أوروبي داخلي، يعني ليس دائما مجبرا أن نتوجه للأمريكان من أجل حلها. وهنا دعا الأوروبيين إلى اتباع سياسة أمنية وعسكرية موحدة، ووجه أيضا الخطاب للألمان للتجاوب مع هذا النداء. وهناك أيضا تكتلات جديدة، كما قلت هناك مساعي لدول أوروبية للتعاون مع روسيا، وهناك أخرى تدافع عن الصين ومصالحها وتقول لماذا لا يسمح للصينيين أيضا في يعني الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية ما دام هناك مصلحة مشتركة. وأيضا تمت ملامسة هذه الاختلافات فيما يخص الخروج إيران من الاتفاق النووي، يعني بعد أن خرجت منه واشنطن، وأعلنت الكثير من الدول الأوروبية أنها لا تساند طرح واشنطن في علاقتها بواشنطن. هي محاولة لخلط وتوزيع الأدوار والأوراق، وملامح التكتلات الجديدة ستظهر في السنوات القادمة. دكتور عبد الرحمن عمار، الخبير في الشؤون الأوروبية والألمانية بقناة دوتش فيلا الألمانية، شكرا جزيلا لك. عفوا. إذن مشاهدينا، نهاية فقرتنا من قضايا دولية بالتعاون مع قناة دوتش فيلا الألمانية. تتابعون نفس الفقرة الأسبوع القادم بإذن الله. أما الآن فنتوقف مع جملة من الأخبار القصيرة. حصد مهندس يمني ميدالية ذهبية من عملاق صناعة الاتصالات في العالم. وذكر المهندس محمد الغوبري أنه حصل على الميدالية الذهبية من شركة هواوي عملاق صناعة الاتصالات كأفضل مدير عمليات في أفريقيا للعام المالي 2019. ونوه بأن الشركة ذكرت أنها منحته الميدالية كمدير ل 2500 مهندس وأكثر. تستمر أزمة الطلاب اليمنيين العالقين في مدينة ووهان الصينية منذ انتشار أزمة فيروس كورونا، والبالغ عدد الطلاب 180 طالبا. في الساعات الماضية ناشدت طالبة يمنية تدعى إيمان العواضي في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، وهي تبكي بحرقة وتناشد الجهات المعنية إجلاءها وبقية الزملاء. يعني تقريبا احنا رجال الوحيد اللي باقي هنا في ووهان، وما في أحد، يعني إلين الحين ما في أحد قاعد يرد علينا،
أبدا، يعني الوضع مرة خطير بس ما في أحد حاس فينا. تنقل ناشطون صورة لأحد المعمرين في مدينة الحديدة وهو يجلس على باب دكانه منتظرا قدوم زباينه، ونقل الناشطون بأن معاريف المسن يقدرون عمره ب 120 عاما ولا يزال يمارس التجارة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية صدى الأسبوع، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.